السلام عليكم. اليوم مع وصفة مطبخ دليلة ديزات، جيتكم بوصفة أسهل طريقة لنزع عظام الدجاج وتحضير دجاج محشي لذيذ. ابقوا معي حتى آخر الفيديو، وما تنسوش تشجعوني باللايكات والبرتاج وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دوك نجوزو الوصفة. وهنا بسم الله حبيبات الغاليات، جبت الدجاجة تاعي، غسلتها مليح، نقيتها، درت لها الملح والقارص، ومن بعد كي حكيتها كاع مليح شللتها ومسحتها، خليتها قبل تستقطر، ومن بعد مسحتها باش تجي ناشفه. باش ندوزو نديرو اسهل طريقه للنزع العظام الدجاج والتحضير الدجاج محشي لذيذ. واش نقولكم، من يديكم يا الفحلات. دوكا ندوزو هنايا الدجاج تاعنا، نحي لها هاد الرقبه، ما نسحقهاش، ندير هاد كوتي، وهنا بعد ما نحيو هذيك الرقبه نخليوها، من بعد مع هاد العظام اللي نحندزو سي وهاد الدجاج نسحقوها. من بعد هنا نجيبو الموس تاعنا يكون ماضي. هنا نشدو الدجاج تاعنا، نشدو الوسط تاع الصدر تاع الدجاج، هايليك شوفوا تبعوا الفيديو هو يهدر وحده وين كان هذيك العظمه تاع الصدر تما اللي نطراسيو الدجاجه تاعنا. باش نبداو تجينا الخدمه تاعنا سهله كي نحيو لها العظام. توجور كي يعني كي تبداو تقطعوا بالموس، توجور ضربوا لهذاك العظم، ما تضربوش من الجهه تاع اللحم، سينو يتخسر لكم، يتقطع لكم كاع، ما يجيكمش الشباب كي تجيو تروليوه. هايلك شوفوا كيفاش راني ندير الموس تاعي، نمشيه، راني نمشيه ندن لهذاك العظم اللحم باش يبان لي الخدمه كيفاش راني نديزوسي. ودوكا حبيبات الغاليات، دوكا ما نهضرش معكم، نخلي لكم الفيديو تشوفوه وتفهموا واش راني نخدم. هنايا دوكا نجوزو لي كويس، شوفو حتى وين كسرتهم بلاطيت، يعني هادوك لي كويس باش يجيونا ساهلين كي نحيو هادوك العظام. شوفو هايليك، يعني تجيكم سهله الخدمه ان شاء الله يا ربي.
ها ليك العظم انا مخبيوه. وهنا بعد ما كملت ديزوسيتها، شوفوا هذوك الجناحتين خليناهم، هاي ليك دوك هنايا بعد ما ديزوسيتها. دوك نجيب هكا نقص شويه منها، راهي لاباط بلي توقتكم لاباط اللحمه هنايا تاع الصدر خشينه بزاف، ونحيو هذاك العظمه رقيقه. دوك نوريها لكم، هاي ليك هذيك العظمه رقيقه نحيها، ونحي هكا شويه باش ما يجيش بزاف خشين، باش نزيدو في لابارتي وين كاين ما كاش الحب بليتو وين ما كاش اللحم. هاي ليك نحيت غير شويه نحطو هنايا وين ما كاش اللحم. دوك هادي نجيبو لا ماغينات تاعها. هنا واش عندي في لا ماغينات؟ هاي ليك عندي هنايا مغرفة تاع العشاء تاع لا موتارد، هاي ليك، وعندي هنايا لو تا ولا زعترة ندير له هكا، ندير غير منه هذوك الورقات رقاق شطبة هكا. يعني نحط التوه ولا كيفاش تقولوا نتوما؟ قولوا لي. ها فوالا، انا مازال شيتو جديد. هنا عندي 3 سنين الثوم، عندي الملح واش لي باش كي نملح هنايا، عندي فلفل اسود، وعندي هنايا الزنجبيل، وعندي تاني كوري انديان ومغرفه تاع العشاء تاع الزيت المائده. سينو نتوما واش حبيتو التوابل يعجبوكم تقدروا ديروهم، ماشي واش لي درت. شنو كوري انديا يجي بنين مع الزنجبيل مع فلفل الكحل، يتبدل الذوق تاعو يجي بنين كي يتخلط مع هاد التوابل. عندي نص حبه قارص، فوالا، ونخلط ريحته ما شاء الله. اللي ما عندهاش القارص تقدر تعوضه بالخلة. دوك ندنا لهنا هكذا، ونجيب هكا البانسو خير باش ندهن كاع هاد الدجاجة تاعي. وهنا واش عندي في لافاس اللي حنديروها داخل نحشي الدجاج تاعنا؟ عندي هنايا فيونداشي، عندي هنايا 3 سنين توم مرابيين ولا مهروسين، عندي بصله مرابيه بقسم مغرفه تاع العشا وقسم مغرفه تاع العشا تاني تاع البقدونس ولا معدنوس، عندي الملح واش اللي نسحق لهاد اللحم، عندي كمون، راس الحانوت، فلفل اسود. هادو التوابل اللي حنديروهم في هاد اللحم تاعنا. نخلط مليح، هنا حطيت الفيلم اليمونتير هاوليك. دوك نجيب هذاك اللحم نبسطو هكا بيدي، نقيس شوفوا هنايا وين كان هذيك ان شاء الله يتبان لكم وين كان دوك جناحتين، باسكو حنحطو حنايا الفيونداشي تاعنا هكذا، يعني نقيس هكا نقيس العرض تاع هنايا نحطو هنا فوالا. وهنا نجيب هنايا فرماج هكذا، من بعد نغلق هكذا كيما حنديرو ان غولي
تاع بيسكوي غولي. ما نديروش بزاف طويل عشان يخرج لي على هذيك الدجاجه. فوالا دوك نحيلو الفيلم اليمونتير. ونشد هذاك لو بودا نغلق قبل من هاد الجهه هكذا. هاي ليك ندورها ونزيد نغلق من هذه الجهة. دوك نجيب الخيط. بسم الله. وهنا جبت الخيط هاوليك. بسم الله. نبدا نديرو من التحت هاليك. نجوزوه هكا. من بعد نربط. بسم الله. البط لازم يجي في الوسط. هذاك الخيط يجي هنايا في الوسط. راهي تبان لكم. ندلنا شويه لهيكا. بعد ما نربط دوكا نشد هكا. نشد قبل هنايا باش نولي نشد هذيك تاع الجناحتين. كل خطرة ندور هكا من تحت هايليك. ومن بعد هكا يشدو زوج يديا وندخل من تحت باش نزير. ماشي نزير بزاف بزاف باش برك تشد لي هاد يعني هاد الدجاجة. هنا بعد ما كملت ربطت هنايا دوك نجوز هذاك الخيط هكذا من تحت ونطلعو لهنايا الفوق وين خليت هذاك شويه نزيد نربطو تاني تمنى. فوالا هكذا ونقطعو. وهاي ليك الدجاجه تاعنا واجده. الله الله هايليك. هاوليك حبيبات الغاليات طريقة النزع العظام الدجاج والتحضير الدجاج محشي. هاوليك بعد ما كملتو انا دوكا حنديرو اليوم مع العشية. درتو معاكم فيديو وغدوة ان شاء الله نطيبوه بإذن الله. هايليك درتو اربطو بالخيط خليت له هادوك جناحتين. هايليك ان شاء الله نولي لعندكم الغدوه ونكملوا الفيديو. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ولا عجبكم شجعوني بلايكات. خليولي كومنتير شباب. شجعوني بارطاجيو لي مع الحباب هكذا باش تعم الفائده. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله.